بعد ما شفنا الفيديو ده وقبرص ومدينة الأشباح، هنروح مع حضراتكم دلوقتي سريعا موجز التاسعة صباحا من استوديو الأخبار مع الزميلة العزيزة شهناز جويش والزميلة العزيزة مذيعة لغة الإشارة دكتورة هالة محفوظ. بصبح عليكم صباح صباح الخير عليكي شهناز، يوم جميل إن شاء الله، وصباح الخير أيضا على دكتور هالة محفوظ. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة سارة الشناوي وزميلي العزيز محمد عبدو، بصبح على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بحضراتكم في موجز أخبار التاسعة صباحا. اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار بينهما اعتبارا من منتصف ظهر اليوم، وأعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب المحادثات التي جرت بين موسكو أو بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، والتي تعد الأولى من نوعها منذ اشتعال المواجهة العسكرية بين البلدين قبل أسبوعين في إقليم ناغورنو كاراباخ. وأشار لافروف إلى أن وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لتبادل الأسرى وجثث القتلى بما يتوافق معايير لجنة الصليب الأحمر. هذا وقد اتفقت أرمينيا وأذربيجان على بدء مفاوضات جوهرية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ بحسب ما أعلنته الخارجية الروسية. هذا وقد أكد وزير خارجية أرمينيا أن تعزيز آليات وقف إطلاق النار أهم مهمة لاتفاق موسكو بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ. وقال وزير الخارجية الأرمينية في تصريح له أنه بعد التوصل إلى اتفاق إطلاق النار أو وقف إطلاق النار سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات لحل القضايا الإنسانية. وأضاف أن لروسيا ورؤساء الدول المشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دور مهم بشأن تعزيز آليات وقف إطلاق النار. في الولايات المتحدة الأمريكية يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا عاما اليوم في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ تأكيد إصابته بفيروس كورونا، بينما أعلنت الحملة الانتخابية لترامب أنه سينظم يوم الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا. وكانت لجنة المناظرات الرئاسية قد ألغت رسميا المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والمقررة يوم 15 من أكتوبر الجاري في ميامي بولاية فلوريدا. وقالت اللجنة إنها ستركز على الاستعداد للمناظرة الرئاسية النهائية المقررة في 22 من أكتوبر، وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق رفضه المشاركة في مناظرة رئاسية عبر الإنترنت. جدد الجيش الوطني الليبي التزامه بهدنة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها في السابق، وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أنه لا صحة لإدعاءات حكومة الوفاق بشأن تحريك وحدات من الجيش باتجاه مدن بالغرب الليبي، معتبرا أن تلك الإدعاءات تهدف لضرب العملية السياسية السلمية وأنها قد تكون ذريعة لتنفيذ عمليات من جانب ميليشيات حكومة الوفاق. وأكد المسماري أن الجيش الليبي سيكون مع خيار السلم ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة. أعلن الصليب الأحمر اللبناني مقتل 4 أشخاص في انفجار خزان للوقود وسط العاصمة بيروت، فضلا عن إصابة عدد من الأشخاص. كما تسبب الانفجار في تصدع عدد من المباني المحيطة بالخزان وتحطم عدد من السيارات في محيط الحادث. وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني على الفور، وكذلك فرق الإطفاء والدفاع المدني وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني لتقديم الدعم والمساندة والقيام بعمليات إخماد الحريق والإنقاذ اللازمة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة. كما أعلنت وزارة الصحة أيضا خروج 68 متعافيا من المستشفيات بعد اكتمال شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97,592 حالة. دوليا دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تفشي فيروس كورونا بما في ذلك الحد من التجمعات. وأكدت المنظمة ضرورة حماية السكان الأكبر سنا والفئات الضعيفة الأخرى التي يحتمل أن تعاني من أعراض حادة للمرض. وأضافت المنظمة أن التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والتهوية الجيدة لا تزال عوامل مهمة. جاء هذا بعد أن سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من 100,000 حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، وتركز التفشي في بريطانيا وروسيا وفرنسا وإسبانيا.
من جانبها أعلنت المكسيك تسجيل 411 حالة وفاة وأكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بينما أعلنت أستراليا أن مدينة ملبورن التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا تواجه عزلا عاما مطولا، حيث ما زال عدد الإصابات يتجاوز العدد المستهدف لإعادة الفتح. كما أعلنت الصين تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا لحالات وافدة من الخارج. انتهى موجز التاسعة، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر.